كنت عشت قصة حب وأنا قصير وتزوجت وأنا قصير، ولكن من بعد لقيت بلي داك الزواج ودوك الأحلام الوردية وداك الشي اللي كنت كنفكر فيه ما كانش. ولينا حتى كنشوفو حتى الاغتصاب في الزواج، يعني كاينين بزاف شحال من وحدة كتغتصب وهي مزوجة، وكاينين كيقوليك لا مايمكنش وحدة مزوجة يغتصب راجلها، لا كاين الاغتصاب في الزواج وأنا عشت هادشي لدرجة أنه ولا كي هو إنسان يعني خصو داكشي اللي كيعيش هو ديك البلية الشراب الكارو ديالو كيفرض عليا حتى أنا ندير بحالو. لدرجة أنه كيهز عليا البضاعة يمكن ضربها هادي كان ضربني شي ضربات خايبين هادي ما نقدر نوريكم دابا هي اللي كاينه في بلاصه باينه. السلام عليكم، اليوم جينا في قناه اشواق باش ندوي بحكم التجربه ديالي على زواج القصيرات والعون في الزوجي وبزاف د الحوايج، من بينهم انا من وحده من البنات اللي كنت عشت قصه حب وانا قصير وتزوجت وانا قصير، ولكن من بعد لقيت بلي داك الزواج ودوك الاحلام الورديه وداك الشيء اللي كنت كنفكر فيه ما كاينش. يعني مورا الزواج ما ماشي بزاف د الوقت كنكتشف بلي راه كنت غلطه بزاف، عشت العنف، ولدت باقه صغيره تحملت المسؤوليه ما قداش عليها، وانا من هذا الشيء كامل بغيت غير ننصح البنات يعني ما يزربوش في الزواج، خصوصا البنات اللي كيكونوا قصيرين ما يفكروش في الزواج بعدا واحد تكون عندها 18 عام بعدا تقرا وتعرف راسها شنو باغا وبزاف د الحوايج. كيف ما كنشوفوا دابا العنف كتر، يعني العنف الزوجي ولا بزاف، ولينا حتى كنشوفوا حتى الاغتصاب في الزواج، يعني كاينين بزاف شحال من وحده كتغتصب وهي مزوجه، وكاينين كيقوليك لا ما يمكنش وحده مزوجه يغتصب راجلها، لا كاين الاغتصاب في الزواج وانا عشت هذا الشيء. يعني شي حاجه اللي بصراحه اثرت فيا بزاف وما بغيت حتى شي وحده تعيشها. ولينا كنسمعوا بزاف د الحوايج خايبين مؤخرا في قناه اشواق، عطاتنا واحد الحادث ديال واحد السيد ذبح مراته وهذا الشيء راه شي حاجه ما من هذا الشيء كنستنتجوا بلي ما خصناش نتسرعوا نهائيا ويكون شويه ديال الصبر، حيت الزواج كيف ما كنقولوا الصبر، ما الجيل ديالنا حنا ما كيصبرش نهائيا كاع بتاتا، ما بقيناش كنصبروا حتى على ولادنا، ولينا كلمة جوج كانت ترفعو هادي من هاد المنبر بغا نعاود على التجربة ديالي. أنا تزوجت عندي 16 عام، يعني 16 عام 17 عام لقيت عندي بنية، ما جيت فين كملت 18 عام تا ولدت جوج ولاد، يعني تكرفصت واحد التكرفيس لي هو بزاف، عشت فيه العنف الاغتصاب شنو لدرجة انه ولا كي هو انسان يعني خصو داكشي اللي كيعيش هو ديك البلية الشراب الكارو ديالو كيفرض عليا حتى انا ندير بحالو. صافي بقيت صابرة شوية، ولكن من بعد ما قدرش نستحمل، ولا كيضربني ولا كيعنفني ديال بصح، يعني ولا الضرب والجرح، يعني لدرجة انه كيهز عليا البضاعة يمكن ضربها هادي كان ضربني شي ضربات خايبين هادي ما نقدر نوريكم دابا هي اللي كاينه في بلاصه باينه. يعني حتى وصلنا لواحد الباب مسدود صافي ما بقيتش قادره نكمل، كل واحد فينا شي طريقه من هذا المنبر هذا كنصحك جميع البنات ما يتسرعوش، وما كنصحش بالزواج القصيرين نهائيا، كل وحده نقولوا الحب وهذا وهذا، ولكن نصبر تنعرف راسي فين غاده، فين غنحط رجلي، فين غنستقر، حيت داك الحب ديال نهار ولا يومين فاش كنتجمعوا في دار وحده كيتبدل كل شيء، ما كتبقاش ديك الحياه الوهميه اللي كنا عايشين فيها قبل ما يتسد علينا في دار وحده. الحاجه اللي رجعت بيا الوقت اللور اللي ما نديرهاش هي ما نتزوجش وانا صغيره ونكمل قرايتي، ما نخرجش من المدرسه، يعني ندير بزاف د الحوايج زوينين في حياتي، المهم ونسمع الهضره ديال الوالدية، يعني كون سمعت الهضره ديال ماما ما كنتش غنطيح في بزاف د المشاكل اللي انا فيهم دابا. يحاولوا ما يتسرعوش، يحاولوا يتشبتوا بقرايتهم، يديروا المستقبل ديالهم، حيت الزواج ماشي هو كل شيء، هو فعلا كيقولوا اللي هرب من الزواج هرب من الطاعه، ولكن البنات حاليا خصهم يضمنوا مستقبلهم بعدا، فاش كيكون عندك مستقبل كيكون عندك سالير ديالك مضمون كتفرضي الوجود ديالك في المجتمع. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.